هل اليمين في الدعوى تكون في حق المدعى عليه دائما أو تكون في حق من جانبه أقوى في الدعوى سواء كان مدعى أو مدعى عليه؟ الأصل أن اليمين على المدعى عليه، هذا هو الأصل، وقد تقلب اليمين على المدعي إذا أتى بشاهد فقط، إذا أتى بشاهد واحد ولم يجد الثاني فإنه تقلب اليمين عليه فيحلف مع الشاهد ويأخذ حقه، أو في مسألة القسامة كما سمعتم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فإن القسامة صارت يبدأ بأيمان المدعين لقوة جانبهم، لقوة جانبهم فيبدأ بأيمانهم. نعم.